بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، في سلسلتنا المباركة بإذن الله يا أحباب إخواني في الله، الصيام يتعلق به من أحكام. هل يا أحباب إخواني في الله من مات في رمضان واجب علينا أن نخرج له زكاة الفطر؟ قالوا ليس بواجب، لأنه لا بد أن يدرك أيها الحبيب وأخي في الله آخر غروب يوم، آخر يوم من أيام رمضان يا أحباب إخواني في الله، آخر غروب لآخر يوم من أيام رمضان إن شاء الله رب العالمين. فهذا الميت مات في أثناء رمضان، فإذا الزكاة ليست هنا واجبة، ولكن من أخرجها أجر عليها. طب من أخرجها قبل أن يموت صحت إن شاء الله رب العالمين، ولكن هل علينا نحن يا أحبابي كورثة أن أبانا لم يعش معنا إلى آخر رمضان أن نخرج زكاة؟ ليست بواجبة، ولكن لو فعلتموها أجرتم عليها إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله أن يجمعنا مع رسول الله، والحمد لله رب العالمين.